فيسبوك. أهلا بكم من جديد. أستضيف الآن السيد عبد الواحد أبو راش، باحث في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، ومؤطر العدالة الضريبية بالمناظرة الثالثة بمراكش. أهلا بك سيد عبد الواحد. مرحبا، أنا الأخ الكريم. سيد عبد الواحد، يعني ما هو تقييمكم حول هذه المناظرة؟ بالنسبة للمناظرة، في التقييم الخاص ديالي هو أنه شهدت واحد النجاح إلى حد الآن، لا نجاح تنظيمي ولا نجاح من ناحية الإنتاج الفكري والمعرفي لهذا اليومين، لأمس 23 و 24 مارس 2019. نعم، يعني كنتم أطرتم ورشة العدالة الاجتماعية الضريبية، كيف كان يعني إنصات المجتمع المدني لكم؟ نعم، بالفعل هناك في الأول لمسنا شيئا ما، واحد العزف أو الرجوع إلى الخلف، ربما لأنه الموضوع هو تقني وتقني درجة كبيرة، ولكن من بعد ما حاولنا أنه نبسطوا الأمور كان التحاق ديال الإخوة الفاعلين الجمعويين اللي كانوا أبدوا واحد الاهتمام كبير، وكانوا أسئلة في صلب العدالة الضريبية كان فهم وكعلم، كانوا عندهم بزاف ديال الاقتراحات. يعني راك عارف أي حاجة فيما يتعلق بالعدالة بصفة عامة، عدالة اجتماعية أو عدالة ضريبية أو عدالة اقتصادية، فهناك تفاعل للشارع، لأنه كلمسوا دائما بأنه الشارع مازال عنده واحد التعطش للوصول لمفهوم العدالة. فإذا العدالة الضريبية هي واحد المفهوم اللي فهم وآلية في حد ذاتها اللي كتمكننا من تحقيق العدالة الاجتماعية اللي جت في الدستور واللي نادى بها صاحب الجلالة نصره الله، العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية كمداخل مهمة في النموذج التنموي الجديد الذي أراده صاحب الجلالة بعدما طبعا في 2017 أعلن إفلاس النموذج التنموي القديم. نعم سيد عبد الواحد، يعني نحن نعلم جميعا بأن الاستقرار يأتي من استقرار البلد بطبيعة الحال يأتي من عدالة ضريبية. هل هناك فعلا عدالة ضريبية داخل المجتمع المغربي وبالضبط خصوصا بجهة مراكش الأساسية؟ يمكن أن نتكلم عن العدالة في من ناحية النصوص، فالعدالة قائمة. نعم. وقائمة بآلية مهمة، فإذا مشينا للدستور ديال 2011 الفصل 39 فصل 40 كي يتكلم على أنه كلنا نكون مسؤولين عن تحمل التكاليف العمومية. نعم. يعني هنا كلنا نتحمل التكاليف العمومية، هذا نوع من العدالة. والعدالة الضريبية هناك نوعين، هناك عدالة أفقية وعدالة عمودية. مثلا تبسيط الأمر، عدالة أفقية أنا مثلا كموظف براتب مثلا ديال 10,000 درهم غنخلص نفس القدر الضريبي لواحد اللي عنده دخل ديالو 10,000 درهم، وعدلة عمودية اللي ربما واحد اللي عنده دخل أكبر غادي يخلص أكثر. يعني هنا مدخل من مداخل العدالة، لكن هي تجربة وهو تحول لأنه مسار، ماشي ما يمكنش نهضروا على عدالة ضريبية مطلقة، لأنه احنا دابا واحد البناء ديال الصرح ديال الديمقراطية، والديمقراطية هي اللي تخلينا نخرجوا من الجبة ديال الملزم أو الكونتريبيار الجبة ديال المواطن، وهذا هو التحدي الكبير. هنا نقدروا نقولوا بأنه نقدروا نوصلوا للعدالة الضريبية، بطبيعة الحال يلزم واحد رؤية استراتيجية وواحد الإرادة سياسية كبيرة. بطبيعة الحال سي عبد الواحد، رصدتم اختلالات يعني تفاعلكم مع المجتمع المدني، نريد أن نعرف، وهذا آخر سؤال ربما، نريد أن نعرف هذه الاختلالات. بالاختلالات اللي وقفوا عليها الفعاليات ديال المجتمع المدني، وهو مطالبة ديالهم بواحد النظام جبائي خاص بالجمعيات، لأنه لا يعقل أنه كان تعامله مع الجمعية وكأنها شركة. نعم. في حين أن الشركة الهدف ديالها هو الربح
تحقيق الربح للستوك هولدرز للشركاء، في حين ان الجمعيه الهدف ديالها غير ربحي، والهدف ديالها هو انها تتاثر ربما واحد الشريحه مجتمعيه كتنمي لنا واحد لاكتيفيتي، ولكن لمن؟ الدولة. نعم. فكيف يعقل أنها تتعامل بنفس المعايير؟ نعم. لابد من التفكير في نظام أساسي تحفيزي. نعم. نعم. نظام جبائي أساسي تحفيزي للجمعيات. نعم. سي عبد الواحد، يعني الحديث معك شيق ولكن يضيق الوقت والورشات الآن بدأت. أشكرك باسمكم سيداتي سادتي مستمعي ومشاهدي موقع كلامكم على اللايف، أشكركم وباسمكم أشكر السيد عبد الواحد أبو راش الباحث في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية من مراكش، والمؤطر لورش العدالة الاجتماعية في مناظرتك. إلى اللقاء وضيف آخر.